هذا الموضوع سنتابعه ونخوض فيه مع ضيفنا من بغداد، مدير مركز اليرموك للدراسات والتخطيط الاستراتيجي دكتور عمار العزاوي، ومع مراسلين أيضا من القصر الحكومي ببغداد محمد فراس وبدر الركابي من بغداد. أيضا معك يا محمد، أبدأ وأنت تابعت هذا الحدث وكنت قريبا عنه، ربما سمعنا الكلمات التي ألقاها رؤساء البرلمانات وممثلوهم أيضا، لكن أسألك عن انطباع الوفود العربية التي قدمت إلى بغداد لحضور هذا المؤتمر، كيف وجدوا بغداد والعراق؟ نعم، أشاد الوفود والحاضرون بمستوى التنظيم العالي لهذا المؤتمر وأيضا للمرحلة المتطورة التي وصل إليها العراق أمنيا وسياسيا واقتصاديا. فأمنيا العراق وبغداد تشهد استتبابا أمنيا نوعيا لفترة، حتى أن الشارع العراقي بدأ يلتمسها، وأيضا اقتصاديا فهو بات يتمتع ب يعني إمكانية للتبادلات التجارية، وأيضا هنالك أبواب مفتوحة للاستثمار الدولي. كان لهذا المؤتمر أيضا أثر في يعني إيضاح هذا الأمر، وأيضا سياسيا ودبلوماسيا، حيث يعتبر هذا المؤتمر من المؤتمرات المهمة لتعزيز العلاقة بين العراق والدول العربية الشقيقة، وأيضا سعة نطاق هذا المؤتمر بتمثيل أو بحضور رئيس اتحاد البرلمان الدولي ورئيس اتحاد أو رئيس رئيس برلمان البحر الأبيض. هذا الحضور وهذا التمثيل الدولي يوسع نطاق صدى هذا المؤتمر وتأثيراته. أيضا هو ليس فقط لم يحصر فقط في التمثيل العربي ولم يحصر فقط في دائرة الوطن العربي، التمثيل الدولي له أثر في توسعة صدى هذا المؤتمر. 6 ساعات كانت كفيلة بإنجاح مؤتمر اتحاد البرلمانات العربي في بغداد. 6 ساعات من التنظيم العالي، تنظيم عالي المستوى، ولد انطباعا إيجابيا لدى الوفود يعني العربية الحاضرة إلى هنا إلى العاصمة بغداد. أيضا الانطباعات كانت إيجابية، والدعم المقدم للعراق من خلال الحضور والتواجد كان جليا، حتى أن نوابا عربا تحدثوا عن أنهم وبصدر رحب يقدمون دعما كبيرا للعراق لتحقيق استقراره الداخلي، تحقيق سيادته، يعني دعمه في مسألة الحفاظ على تحقيق سيادته الداخلية، ومن خلال تأكيدهم في كلماتهم على ضرورة أن لا يكون هنالك تدخل في الشأن العراقي. رفع أعمال جدول أعمال هذا المؤتمر خلال هذا اليوم، كان من ممكن أن يكون أو خلال جدول أعماله قبل أن تعقد اجتماعات اللجنة التحضيرية ليومين، لكن اكتفى رئيس اتحاد البرلمانات العربي بأن يكون هذا اليوم هو فقط لمناقشة ومداولة الأطروحات والجوانب من ناحية الكلمات العربية، وانتهى المؤتمر اليوم بتوصيات مهمة كان أبرزها هي الاتفاق على تشكيل وفد من قبل اتحاد البرلمانات العربي لزيارة سوريا وتفقد أحواله، وأيضا دعم القضية الفلسطينية، وأيضا دعم العراق في تحقيقه لسيادته، وأيضا لتعزيز مكانته العربية والدولية وتحقيق مديات اقتصادية أوسع والعبور إلى العراق إلى مرحلة أفضل. طيب محمد، يعني جلسة اليوم رفعت بهذه الكلمات التي استمعنا لها وتابعتها من عندك، بالتأكيد سبقها أيضا كان هناك اختتام لدورة استثنائية للجنة التنفيذية، إن كان لديك معلومات يا محمد ماذا بشأن جلسة الغد؟ هل وفر لكم جدول أعمال لجلسة الغد؟ ماذا ستتضمن؟ ماذا ستناقش؟ نعم، رفعت أعمال مؤتمر قمة بغداد لهذا اليوم، مؤتمر عفوا اتحادات البرلمانات العربية لهذا اليوم. لن تكون هنالك أعمال أخرى لهذا المؤتمر يوم غد. غادر الوفود وانتهت أعمال هذا المؤتمر لهذا اليوم تحديدا، واكتفوا بهذا القدر من التوصيات والخطابات التي قدموها داخل
هذا المؤتمر في هذا اليوم تحديدا. كما ذكرت الساعات كانت كفيلة بأن يطرح أو تطرح جميع وجهات النظر، حتى رئيس اتحاد البرلمانات العربي كانت كلمته في الجلسة الثانية التي تطرق فيها إلى كثير من الزوايا، أهمها هو ضرورة دعم العراق من النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية أيضا. مع أنه كان الحديث عن أن أعمال المؤتمر ستستمر ليومين وهكذا أعلن في البيانات الرسمية السبت والأحد، أشكرك جزيلا على كل هذه الإيضاحات يا محمد. ربما سنكون معك في وقت لاحق. أذهب إلى بدر الركابي من بغداد. بدر، الشارع العراقي والبغدادي على وجه الخصوص الذي أنت فيه، كيف تابع هذا الحدث؟ هل كان محط اهتمام للشارع العراقي؟ نعم أحمد، الشارع كان يراقب بشكل جيد لهذا المؤتمر. نتحدث عن الاتحاد البرلماني العربي بنسخته 34، هذه الخطوة التي وصفوها بالمهمة، خصوصا وهي تؤكد على لعب العراق دور المحوري والعودة للعب هذا الدور، خصوصا في استضافة مثل هكذا حدث مهم يهم الشأن العربي بشكل كامل. بالتالي هو عنوان كان المؤتمر، وتفصيلاته تتحدث عن دعم تعزيز استقرار العراق وسيادته. بالتالي اليوم الجميع يؤكدون على ضرورة أن يعود العراق إلى لعب هذا الدور وإلى تعزيز استقرار العراق، ويتوسمون خيرا من تحدث معهم، آراء الشارع، القراءات الميدانية، الجميع يؤشر إلى تأييد ودعم لمثل هكذا خطوات، خصوصا في ظل الانفتاح والابتعاد عن العزلة والعودة إلى الحضن العربي، وكذلك التأثير الإقليمي والدولي للعراق ومكانته في المنطقة. بالتالي الجميع ينتظر خيرا من هذا المؤتمر، خصوصا والجميع أيضا تطرق بكلمات الدول خلال المؤتمر فيما يتعلق بدعم القطاع الاقتصادي التجاري، الدعوة إلى الاستثمار في العراق، أيضا مناصرة القضايا ذات الاهتمام المشترك. إن تحدثنا هنا شعبيا فالجميع اليوم يؤيد ما تعيشه سوريا اليوم من مظلومية وكذلك من انعكاسات سلبية، وضرورة أن تكون هناك دعم واشتراك من قبل الدول العربية جميعا، وخصوصا أحمد نتحدث عن دور العراق الذي كان حاضرا من البداية وهو يساند الشعب الشقيق السوري. الجميع اشترك في هذا الدعم ويؤكدون موقف العراق، خصوصا عبر كلمة رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي، وكذلك النائب الأول السيد محسن المندلاوي، أكدوا يعني على ضرورة أن تكون هناك مناصرة للقضية الفلسطينية، وكذلك أن يكون هناك دعم متواصل لا متناهي لقضية ما تعيشه سوريا من أزمة ومحنة. بالتالي هذه المواقف هي تأتي ترجمة للحراك الشعبي، لأيضا الرؤى الشعبية، للمطالب الشعبية، للتطلعات للشارع العراقي وخصوصا البغدادي. بالتالي الجميع يتوسم خيرا من هذه المخرجات وخواتيم المؤتمر هذا اليوم، خصوصا عودة العراق بهذه المكانة، وأيضا تضافر هذه الجهود العربية وبالمشاركات الدولية من أجل اليوم الحضور هنا في بغداد، وتأكيد على ضرورة تعزيز استقرار العراق ودعم سيادته من خلال هذا المؤتمر وكذلك مخرجات المؤتمر.